مولود العذراء من قلو لا بتهدى ولا بتخلي حدا يهدى، رايح راجي، علاقات، افراح، احتفالات، نجاحات، تواصل، نشاط، طاقات حلوه، عندك نعمه القبول، هيدا الامر بيساعدك على الحصول على كل اللي بتريده، يلي بدك اياه بيصير مثل ما بدك، يعني ايدك بكل مكان، الجو العام داعم لك، مواقع الكواكب بتساعدك، بتدفع بمصالحك للامام، كل الكواكب عم بتصب بمصلحتك، انت من ملوك الابراج ان شاء الله خير، مع انتقال للشمس لتنضم لعطارد بالعقرب يعني ببيت العلاقات والشركات، وهيدا بيساهم بوصولك الى اعلى المراتب، وما ننسى المريخ بالسرطان يلي بيساعدك وبيدعمك، وبلوتو ايضا من الجدي عم بيساعدك، والقمر بالثور نهار السبت بيساهم بانتقالك نقله نوعيه بتقدر تحقق فيها اهداف كثيره، مرحله مناسبه جدا لتكثيف اللقاءات واطلالاتك، ما تختفي عن الانظار، لكن من الممكن انك تعيش يومي الاحد والاثنين بعض التحديات او الاستفزازات او حاله من الشك واليأس مع انتقال الأمر لمواجهة برجك من الجوزاء، يومين متعبين من أعلى نقطة بالدائرة الفلكية، وهيك بتكون أنت تحت الأضواء، في تقل بالمسؤوليات، ممكن تتعقد الأمور، بتعتقد أنه الناس عم تتأمر عليك، حاول أنك تكون متحفظ حتى ينتقل الأمر للسرطان، وهيك بترجع تستعيد أنفاسك يلي بشكل مثلث فلكي مائي مع الشمس من العقرب، وبيقدم لك فرص مهنية واعدة ومهمة جدا، فرص شخصية أيضا، بحيث بتكون مرحلة جيدة حتى توضح أو حتى توضع استراتيجية جديدة لأعمالك، وبتكون التحركات متنوعة بتاخدك لصفقات ناجحة ومثمرة. من جديد بتتأزم الأمور لحظة وصول الأمر للأسد الخميس والجمعة يلي بخلي أجواء النزاعات تكون مسيطرة، أوضاع مربكة معقدة، وبتشعر بتقل الضغوط، وبتتعرض خلال هاليومين سمعتك وكفاءتك للتشويه أو لمحاولة التشكيك، بفضل أنك تكتفي باللي عم ينعرض عليك وما تقوم بمزيد من الضغوطات والحملات المسيئة لك، انتبه من المغالطات يلي ممكن يزجك فيها الأخصام أو الآخرون. عاطفيا ايضا ما بيناسبك ابدا انتقال زهره لمواجهه برجك من القوس، مشان هيك حاول انك تتجنب كل السجالات والخلافات والنقاشات الغير ضروريه، وابتعد عن الاستعراضات، الاجواء غير مناسبه، فيها توتر، فيها عصبيه، كون حذر جدا جدا واحمي استقرارك العائلي من التشرذم. اما العازب رح تغمر حياتك الشخصيه الشكوك والانفعالات والالتباسات والغموض وبعض البلبله، بدك تعد للمليون قبل ما تحسم اي امر مصيري.